لازم لما اجي اشتغل في الفي ري اخلي بالي من حاجه، اخلي بالي ان الماكس عندي فاهم ان انا شغاله بالرندر بتاعي في ري. طيب عشان اعمل القصه دي اعملها ازاي؟ الطبيعي ان لما بينزل الفي ري على الماكس، الطبيعي ان الماكس بيفهم ان هو هيعمل بيه هو الريندر. بس احيانا لما بيكون عندي اكتر من محرك او اكتر من بلجن على الماكس، ممكن الاقي الفي ري الماكس يكون متلخبط. طيب فبعمل الكلام ده ازاي؟ باجي عند هنا عند كاستمايز، وهاجي عند كاستم يو اي اند ديفولت سويتشر، واتاكد ان الماكس عندي هنا معمول ماكس دوت في ري، تمام. وبعدين بقول له ست وبستنى شويه، وبعدين هو بيقول لي خلي بالك عشان التاثير اللي انت عملتيه ده لازم تعملي ريستارت للماكس، تفتحيه وتقفليه. فطبعا هقول له اوكي، وبعدين هقفل الماكس وافتحه واقفله تاني. طيب دي خطوه. بعد كده لازم اتاكد من حاجه كمان، اتاكد ان الرندر سيت اب بتاعي هنا، افتحها كده، اتاكد ان هنا الرندر بتاعي معمول في ري 5. طيب يعني اختار ان هو يكون في ري 5. كمان بنزل تحت هنا كده، تحت كده هلاقي في حاجه اسمها اساين رندرر، فاتاكد ان البرودكشن معمول في ري 5، تمام.